رسالة للمتألمين. أول شيء ينبغي أن ندرك أن الألم والاضطهاد يصير جنبا إلى جنب مع الحياة المسيحية، كما كتب الرسول بولس: وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا من أجله، من أجل اسم المسيح طبعا. والرب يسوع قال: طوبى لكم إذا اضطهدوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، بل افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السموات. والرب يسوع مرارا تكلم مع أتباعه بكل أمانة إنه رح يكون طريق مش سهل، رح يكون في إنكار الذات وحمل الصليب. بل حتى الرسول بطرس بيكتب في أيام الاضطهاد، يقول: لا تستغربوا البلوى المحرقة حادثة بينكم كأنه أصابكم أمر غريب. هذه الأمور لابد أن تمشي جنبا إلى جنب مع كل شخص مؤمن حقيقي بيسلك في النور، بيسلك في المحبة، بيسلك بالأمانة في مجتمع، في عالم مكتوب عنه وضع في الشرير. فإحنا المفروض نكون شهادة حية، مثال حي، بركة لكل من حولنا، والرب يشددنا والرب يعززنا ويقوي ثقتنا فيه. لكن الألم هو شيء يسير جنبا إلى جنب في الحياة المسيحية.